السلام عليكم ورحمة الله. يعتبر الشهر الثاني من الحمل من الشهور الحاسمة، لأنه يطمئن الأمة على سلامة الجنين واستمرارية الحمل، وكثير من النساء لا يدركن حدوث الحمل إلا خلال الشهر الثاني من الحمل، حيث يتأكد انقطاع الدورة الشهرية، وتشعر المرأة بمجموعة من الأعراض المشابهة لأعراض الدورة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ودعم المقطع بزر الإعجاب، وترك أسئلتكم واقتراحاتكم في التعليقات. تطور الجنين في الأسبوع الخامس من الحمل. هو الأسبوع الأول من الشهر الثاني من الحمل، وهو بالعادة الوقت الذي تلاحظ فيه الأم أنها حامل، وهي الفترة التي يمكن فيها قياس حجم الطفل، حيث يكون تقريبا حجمه كحجم بذرة التفاح، أي ما يعادل 3.3 ملم، كما أنه من المتوقع أن تكتسب الأم ما يعادل نصف كيلوغرام من الوزن، ولكن من الممكن أيضا أن تقل رغبتها في تناول الطعام، وبالتالي يمكن أن تفقد نصف كيلوغرام من وزنها، ولكن في كلتا الحالتين يعتبر ذلك طبيعيا، حيث أن طبيعة كل حمل تختلف من امرأة لأخرى. تشمل تطورات الجنين في الأسبوع الخامس من الحمل ما يلي: بدء تكوين الأعضاء الرئيسية مثل القلب والمعدة والكبد والكلي، بدء تطور الجهاز الهضمي والجهاز العصبي. تطور الجنين في الأسبوع السادس من الحمل. في الأسبوع السادس من الحمل يكون حجم الجنين مثل حجم حبة البازيلا، أي ما يعادل 6.4 ملم. وفي هذا الأسبوع تكون التطورات كالتالي: تتطور الدورة الدموية للجنين، قد يكون الجنين قادرا على تحريك يديه وأرجله، بدء تكوين الأنف والعينين والأذنين والذقن والخدين عند الجنين. خلال فحص الموجات فوق الصوتية قد يستطيع الطبيب سماع نبض قلب الجنين، وهي علامة واضحة على تطوره. تطور الجنين في الأسبوع السابع من الحمل. في هذا الأسبوع يكون حجم الجنين بحجم حبة التوت، أي ما يعادل 13 ملم. أما بالنسبة للأم فمن الممكن ألا تلاحظ على جسمها علامات الحمل، وليس من المتوقع أن يزداد وزنها كثيرا، ولن تكبر منطقة البطن بعد، ولكن هذا لا يعني أن الجنين لا يتطور. تتمثل تطورات الجنين خلال الأسبوع السابع من الحمل: ينمو الجنين حوالي 100 خلية دماغية جديدة كل دقيقة، نمو وتطور القلب أيضا بشكل كبير، تطور الكلي، تشكل المفاصل واليدين والساقين. تطور الجنين في الأسبوع الثامن من الحمل. في الأسبوع الثامن من الحمل يكون حجم الجنين ما يقارب حجم حبة التوت، أي ما يعادل 1.6 سنتيمتر. أما بالنسبة للأم فمن الممكن أن تبقى منطقة البطن لديها دون أي تغيير، وتكون تطورات الجنين في هذا الأسبوع كالتالي: يمكن أن يقوم الجنين بتحريك ساقيه، ويظهر ذلك أحيانا خلال فحص الموجات فوق الصوتية، تكون أصابع القدمين، اختفاء الجزء الصغير من نهاية ظهره والذي يشبه الذيل، تشكل براعم التذوق لدى الجنين، وبإمكانه الآن تذوق الطعام الذي يصله عن طريق والدته. تغذية الحامل في الشهر الثاني. من أهم الأمور خلال فترة الحمل هي التغذية الصحية للأم لمواكبة الحاجيات الغذائية لنمو الطفل، لذلك يجب الاهتمام بالتغذية، لأن عدم الاهتمام بها قد يكون خطيرا جدا على تطور وصحة الطفل وحتى على صحة الأم الحامل، فهي أيضا بحاجة لغذاء صحي. تشمل العناصر الغذائية التي يجب الحصول عليها ما يلي: حمض الفوليك. يعتبر حمض الفوليك عنصرا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه أبدا خلال الحمل، ووظيفته شبيهة بوظيفة فيتامين ب، حيث يساعد على حماية الجنين من الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي. وبالإضافة إلى تناول الأم لمكملات حمض الفوليك، ينصح بتناول الأطعمة الغنية به مثل الفواكه والخضروات الورقية والفواكه الجافة والبقوليات والعدس، فكلها أطعمة طبيعية غنية بحمض الفوليك. الزنك. يعتبر الزنك أحد العناصر الهامة للمرأة الحامل، وذلك لأنه يساعد على القيام بكافة العمليات الحيوية، وهناك العديد من الأطعمة الغنية بالزنك
مثل الدجاج والسمك والخضروات والفاصوليا. أيضا يعتبر الكالسيوم مهم جدا خلال الشهر الثاني، ويجب تناول 1000 ميليغرام من الكالسيوم يوميا، إذ أن عظام الجنين تتشكل في هذه المرحلة، وإذا لم يتم تزويد الجسم بالمقدار المطلوب من الكالسيوم فسوف تزيد فرصة الإصابة بهشاشة العظام. تعتبر الخضروات مثل اللفت والملفوف من أهم مصادر الغنية بالكالسيوم، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته. البروتينات، البروتينات ضرورية جدا للحامل من بداية الحمل، حيث يعتبر الدجاج والبيض والحليب والأسماك والعدس كلها أطعمة غنية بالبروتين، وهناك حاجة لما لا يقل عن 75 غرام من البروتين للأم الحامل يوميا. الدهون، الدهون ليست ضارة دائما كما يعتقد الغالبية، ليس هناك شك في أن الأطعمة المقلية والأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة هي ضارة للجنين وضارة للأم أيضا، لكن الدهون الصحية والدهون الطبيعية التي تكون مثلا في زيت الزيتون ستساعد في نمو العيون والدماغ والمشيمة ونمو الأنسجة، ويحد أيضا من أي خلل أثناء الولادة. وفي المقابل هناك أطعمة ينصح بتجنبها خلال الحمل، وهي البيض غير المطبوخ. يمكن للبيض أن ينقل بكتيريا السالمونيلا إلى الجسم، والتي لها تأثير ضار على الجنين، ويمكن أن يعيق بشكل خطير التطور الطبيعي له، ولذلك يجب أن يكون البيض مسلوقا تماما عند تناوله، ولا ينصح بتناول البيض نصف المسلوق أو شبه المطبوخ. اللحوم المعلبة والمعالجة، يتم تخزين اللحم المعالج على الرفوف لفترة طويلة، ومن الممكن أن تحمل هذه المعلبات بكتيريا ضارة بالرضيع، ولذلك يوصي بالبقاء بعيدا عن اللحم المعالج أثناء الحمل لتجنب تدهور الحالة الصحية. الحليب غير المبصر، يجب عدم شرب الحليب غير المبصر لأنه يحتوي على كائنات دقيقة ممرضة وسالمونيلا ضارة بجسمك ونمو الجنين. الأسماك غير المطبوخة، تحتوي المأكولات البحرية مثل سرطان البحر وما إلى ذلك على عنصر الزئبق الذي يمكن للكميات الكبيرة منه أن تسبب الإجهاض. الفحوصات الضرورية للأم خلال الشهر الثاني من الحمل، تشمل فحوصات الأم خلال الشهر الثاني من الحمل ما يلي: اختبارات الدم، هي جزء روتيني من فحوصات الحمل، ويعد فحص الدم خلال الحمل أساسيا لأنه يوفر معلومات حول صحة الأم والجنين. اختبار نوع مجموعة الدم والعامل الريبوزي، يقوم هذا الاختبار بالتحقق من نوع مجموعة الدم ووجود الأجسام المضادة التي تشكل جزءا من جهاز المناعة، وفي حال عدم وجود تطابق بين الأجسام المضادة لدى الأم ونوع دم الجنين فيمكن لذلك أن يؤدي الجنين أثناء الحمل، ولكن إن وجدت الأجسام المضادة التي تؤدي الجنين فسوف يوصي طبيبك بالعلاج المناسب عند الولادة، وهو عبارة عن حقنة يتم أخذها بعد الولادة مباشرة. فحوصات اضطرابات الدم، يتم إجراء فحوصات على أجزاء الدم الثلاثة الرئيسية: خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية، وهذه الفحوصات ستحدد ما إذا كان هناك أي اضطراب عند الأم والذي يمكن أن يؤثر على الجنين. كما يتم فحص الدم للكشف عن التهاب الكبد الوبائي من النوع باء والحصبة الألمانية والأمراض المنقولة جنسيا مثل فيروس نقص المناعة المكتسب والزهري، بالإضافة لفحص الدم فيتم أيضا خلال الثلث الأول من الحمل فحص فرصة الإصابة بمتلازمة داون، ويتم هذا الفحص باستخدام برنامج لتحديد ما إذا كان الجنين عرضة لخطر متلازمة داون، وإذا كانت النتيجة تشير إلى احتمال وجود خلل في الكروموزومات فسيتم إجراء اختبارات أخرى. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.